كيف ما شفت يعني المباراة ما كانت سهلة، يعني الحمد لله الدراري داروا اللي عليهم، تقاتلنا في هذه المباراة اللي مباراة ديربي، والحمد لله على هذا الانتصار هذا، وكنبغي نشكر الدراري على القتالية ديالهم، وكنا ندير الفوز لهذا الجمهور الرائع. الحمد لله ما كان حتى شي ضغط، يعني الديربي راك عارف يعني الأجواء ديالو كيفاش دايرة، يعني اللي فريقين كبير في كبار في كازا، والحمد لله على هذا الانتصار هذا.